السلام عليكم. بصوا يا جماعه، انا بتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا جدا جدا. انا بقالي كام سنه في مدينه السنبلاوين، وبقالي كام سنه شغاله في جريده مصر اليوم، وزائد ان انا عدى عليا رؤساء مجالس مدينه كتير. ما شفتش رئيس مجلس مدينه زي اللي احنا شفناه، اللي هو الرئيس الحالي بيتعامل مع الناس باسلوب مش كويس. كل ما يروح له اي مواطن يقول له هقبض عليك، طب استنى هتصل بالمركز. هو ليه هو بيتحامى في المركز ولا ايه؟ هو بيتحامى في المركز ولا ايه؟ مش فاهمه. يعني الواحد اللي بروح له الطلب تلاقيه تعامله شديد، يقعد يشخط في الناس وعلي صوته في الناس. طبعا السيد رئيس الجمهوريه ما قالش الكلام ده. السيد رئيس الجمهوريه قال لابد نتعامل مع الناس باحترام وبادب. ثانيا، حضرتك انت مواطن زينا، يبقى نتعامل مع الناس بالتي هي احسن، وجادلهم بالتي هي احسن. انما حضرتك كل ما يجي لك مواطن بتزعق وبتشخط فيه، وبعدين الباب المجلس مقفول. انا عمري ما شفت النظام ده. هو حضرتك وزير ولا حاجة؟ وانا ما اعرفش. عدى تلاقي الباب بتاع المجلس مقفول، وكمان الدخول بالعافيه ليه. حوار كده انا عمري ما شفته في حياتي. بس انا عايزه اوصل للسيد رئيس مجلس الوزراء ان السيد رئيس مجلس المدينه عندنا في مدينه السنبلاوين بيتعامل باسلوب شديد جدا، بالذات للمواطنين. احنا مش موظفين عندك ولا احنا شغالين عندك، احنا ناس لنا طلبات كمواطنين مصريين. من حقنا يكون لنا حياه كريمه. الحياه الكريمه اللي حضرتك تتعامل مع الناس في حدود اللياقه وفي حدود الادب. تعالوا معايا بقى هوريكم الزباله، ووريكم المناظر اللي الاستاذ رئيس مجلس المدينه سايبها بتضر الناس من الامراض والاوبئه. تعالوا معايا وانا اوريكم.